السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اهلا بكم، معكم يوسف بكري. اوكي يا جماعة، لو انت اول مرة تشوف فيديوهاتي ما تنساش تشترك على زر السبسكرايب تحت وفعل الجرس اللي جنبه عشان يوصلك نوتيفيكيشنز او تنبيهات بكل فيديو جديد بنزله على القناة، وتابعني على الانستجرام عشان لو قابلتك اي مشكلة تكلمني في الدايركت مسجز وانا هرد عليك فورا ومش هتأخر على اي حد في الردود بلا استثناء، كلكم هرد عليكم. تمام، النهاردة عندنا شرح للمصطلح يعني غايب عن ناس كتير قوي في الانتي فيروس، وايه هو افضل برنامج انتي فيروس تستعمله لجهازك. كنت انا شارح قبل كده شرح هيطلع لكم في الايفون لازاي انك تستعمل برنامج انتي فيروس خفيف كده على الكمبيوتر لو انت جهازك مش قوي. فالبرنامج ده خفيف جدا، هو مايكروسوفت سيكيورتي، وخفيف جدا على الجهاز، ما بيسحبش من رامات كتير وما بيحتاجش موارد كتير، وبيبقى معاه المالوير بايت، كنت سايب له لكم في الفيديو في الايفون. فالنهاردة عندنا شرح عن ايه الفرق بين الانتي فيروس والانترنت سيكيورتي والتوتال سيكيورتي. طبعا دي اصدارات من برامج الانتي فيروس، هتلاقي في كل انتي فيروس ليه اصدارات، يا اما في اصدار الانتي فيروس العادي، يا اما في اصدار الانترنت سيكيورتي، يا اما في اصدار التوتال سيكيورتي. الانتي فيروس العادي هو يعني باين جدا من الاسم ان هو مجرد انتي فيروس، يعني انت لو مش بتستعمل نت كتير احسن لك انك تحمل انتي فيروس بس، لكن لو انت بتعمل الانترنت كتير فيستحسن انك تستعمل انترنت سيكيورتي. فالانتي فيروس ده مختص لو انت مثلا في شركه او في مكان حكومي والاجهزه بس يعني محدش بيتصل على النت وكده، مجرد سيرفيسز بسيطه، فهتحتاج انتي فيروس بس مش هتحتاج انترنت سيكيورتي. لكن لو انت بتقعد على النت كتير وبتتصفح النت وبتاع وبتتفرج على فيديوهات على اليوتيوب وتنزل ملفات وبرامج، فيستحسن انك تستعمل انترنت سيكيورتي عشان يحميك من كل الهجمات اللي بتجيلك على جوجل كروم او اي متصفح تعمل. ايه هو التوتال سيكيورتي؟ التوتال سيكيورتي زي ما هو بيقول لك توتال يعني كامل، من الاخر حمايه كامله وشامله للجهاز كله، بس ما انصحكش بيها لو انت جهازك متوسط. ايوه، انت لو جهازك متوسط ما انصحكش بالتوتال سيكيورتي، لان التوتال سيكيورتي انت مش محتاج الخاصيات اللي هي اعلى من الانترنت سيكيورتي. هتحتاجها في ايه؟ انت مجرد واحد تقعد على النت وعايز انتي فايروس خلاص، يبقى الانترنت سيكيورتي هيبقى مناسب معاك جدا، مش محتاج التوتال سيكيورتي، لانك مش في شركه كبيره قوي زي مايكروسوفت او اي شركات كبيره دي بيستعملوا التوتال سيكيورتي، فانت مش محتاج التوتال سيكيورتي، انت واحد في البيت وجهازك شخصي، يبقى انترنت سيكيورتي هو احسن حاجه ليك. تعالوا بقى نتكلم في الحاجه اللي محيره ناس كتيره جدا وفي ناس بتتردد في الموضوع ده، ايه هو برنامج انتي فايروس. يعني تلاقي واحد يقول لك انا عندي بالنسبه لي ده احسن برنامج انتي فيروس، واحد تاني يقول لك انا بالنسبه لي ده افضل برنامج انتي فيروس. فانا هقول لكم الاخر، افضل انتي فيروس او الانتي فيروس اللي يتحدد هو بيتحدد من اختيارك انت. ازاي من اختيارك؟ البرنامج اللي هتلاقيه مناسب امكانيات جهازك وخفيف على جهازك هو ده اللي استمر فيه. من الاخر انا مش هقول لك تحمل كاسبيرسكي او البرامج الثقيله دي على الجهاز، بس لو انت جهازك يعني جرب الكاسبيرسكي وجرب النوروتون والبرامج دي كلها، بس اللي هتلاقيه مناسب على جهازك استمر فيه. يعني كل واحد بيختلف اراءه بسبب ان البرنامج بيناسب جهازه. فهنتكلم النهارده في سلسله برامج الانتي فيروس. في برنامج حلو جدا 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 والناس كلها بتشكر فيه وبتشكر ان هو خفيف جدا على الجهاز، وهو برنامج ايست انترنت سيكيورتي او ايست انترنت سيكيورتي، عشان في ناس كتير بتقول ايست انترنت سيكيورتي. كان زمان اسمه ايست نود 32، وكان اسمه بعد كده لما تطور بقى ايست سمارت سيكيورتي. دلوقتي احنا في 2018 بقى اسمه ايست انترنت سيكيورتي. برنامج ايست برنامج جميل جدا 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 بجد، انصحكم بيه، مش ببالغ، بس جميل جدا للناس. يعني انا عارف تجربه الناس وعارف ان انتوا بتستريحوا في البرنامج ده وبيبقى معاكم خفيف جدا، فانا عارف اللي في دماغكم وبرشح لكم الاست انترنت سيكيورتي. بس في اللي اعلى منه، انت واخد يعني برنامج عشان ما يسحبش من موارد الجهاز ومش يبقى بطيء معاك، بس في برامج في حساب ده احسن منها ممكن تستعملها. عندك الكاسبيرسكي، جامد جدا 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 يا جماعه. انا نفسي شخصيا بستعمل الكاسبيرسكي انترنت سيكيورتي ومفعله بسيريال، بسيريال اصلي، ما فيش اي غش، ما فيش كراك ولا الشغل ده، مفعله اصلي. فانت احسن لك ان انت تفعل برامجك بسريالات اصليه لمده، يعني انا دلوقتي السريال معايا لمده 90 يوم، يخلصوا 90 يوم وهجيب سريال تاني، بس يبقى عندي الحمايه اصليه والبرنامج اصلي. دي اهم حاجه لازم تكون عندك على جهازك. فكك من شغل الكراك، لان انت لما تحمل كراك للبرنامج انت كده بتحمل فيروس، يعني انت بتحمل انتي فيروس عشان تفعله بفيروس. ايه ده، فكر فيها كده. اوكي، في برنامج تاني الناس بتحبه جدا وهو افاست. افاست قوي جدا 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 ومشهور من سنين زمان. افاست حلو قوي ورشحه لكم، لو جهازك هيستحمل افاست يبقى حمله وهيعمل لك الخدمات اللي انت عايزها، وفي منه نسخه مجانيه لو انت مش عارف ايه، حمل النسخه المجانيه هتستفيد بيها وبامكانياتها برضو. البرنامج اللي بعديه بقى واللي هو حلو جدا 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 برضو هو برنامج نوروتون. نوروتون جميل جدا 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 جدا، هو وافيرا. بص، في برامج شركات ضخمه ما تستعملش بقى ايه 360 توتال سيكيورتي،
يعني انا بقول لك اهو، انا من وانا تانية ابتدائي كنت بستعمل 360 توتال سيكيورتي ده، اي برنامج وخلاص. وواحد يقول لك برضه بادو انتي فايروس، لا يا عم فكك من الحاجات دي، مش مشهوره قوي، مالكش انت في البرامج دي، ما تخشش انت في البرامج اللي هي مش مشهوره قوي، وخليك في البرامج العملاقه زي الكاسبيرسكي. اللي انا بالنسبه لي برشحه في المركز الاول هو الكاسبيرسكي، كاسبيرسكي انترنت سيكيورتي، بعدي برنامج طبعا افاست، بعد برنامج افاست نوروتون، بعد برنامج نوروتون است انترنت سيكيورتي، بعدي برامج كتير قوي بقى، باندا سيكيورتي والبرامج اللي انتوا عارفينها دي، والمايكروسوفت سيكيورتي في اخر السلسله بقوله لكم اهو، هو بالنسبه لي في اخر سلسله هو والويندوز ديفندر. يعني شركه مايكروسوفت قايله لك اساسا ما تعتمدش على برنامج الويندوز ديفندر، يبقى انت هتعتمد على الويندوز ديفندر وتقول بقى انا مش هيحصل لي اي حاجه وانا متامن من مايكروسوفت؟ مايكروسوفت نفسها قايله لك ما تستعملش الويندوز ديفندر، ما تعتمدش عليه، فحمل برنامج وادفع فيه فلوس بس تامن جهاز بس كده. يا جماعه حبيت اوضح لكم الفرق بين الانترنت سيكيورتي والتوتال سيكيورتي والانتي فايروس، وحبيت اقول لكم برده برامج الانتي فايروس، لو عندك اي برامج حلوه جدا قولها لي في الكومنتس وانا هرد عليكم واشوف البرامج دي حلوه وارشحها لك او لا. اوكي يا جماعه، ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زرار الجرس عشان يوصل لكم نوتيفيكيشنز او تنبيهات بكل فيديو جديد بنزله على القناه، واعمل لي لايك وشير للفيديو، وتابعني على الانستجرام لو قابلتك اي مشكلة كده تسألني في الدايركت مسجز وانا هرد عليك فورا. كان معاكم يوسف بكري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.